عسليمة، نهاركم طيب بالنسبة لكل. غزتنا لليوم باش تكون كيك وشوكولا، سهل برشا. عندي هوني 3 عظمات، عندي هوني كيس سكر فاني، 100 غرام سكر، نقصت في كمية السكر، تنجموا تضيفوا انتم السكر قد ما تحبوا، 100 غرام باهية. دونك خلطوا كل، دونك كمان خلطنا المكونات نتاعنا. عندي هوني كعبة ياغورت طبيعي، وزدتهم 3 مغارف كبار زيت، زيت نباتي عادي، تنجموا تحطوا زيت زيتونة، أما زيت نباتي خير باش ما تجيكمش برشا قوية. دونك هذا هو الياغورت الطبيعي اللي أنا أخذيته. يلا كملوا خلطوا كل، نحطوا الميلانج نتاعنا هذا دو كوتي. باش ناخذ هوني 150 غرام فارينة، نحط هوني 50 غرام كاكاو، وهوني باش نحط كيس نتاع خميرة نتاع حلويات. بيت الحال كيف نبداو الغوسيت، الفور يزمو سخون من قبل. دونك نخلطو الكل ونبداو نضيفو بشويه بشويه للخليط. دونك نبداو هوني نضيفو بشويه ونخلطو حتى نكملو معناها الكميه نتاعنا الكل. يلا بسم الله. دونك كملنا كيما شفتو هوني. توا مش نضيف انا شويه هوني بيبيت شوكولا، هذاك علاش انا قلت لكم نجمو نقصوا في كميه السكر باش ما تجيناش برشا حلوه. خلطوا الكل، باش ناخذ قالب الكيك نتاعي دهنته بالزبده وباش نحط الجاتو. هو سامحوني، هذا هو قالب الكيك نتاعي. بسم الله، هذا الكيك نتاعنا جاهز، ندخله للفور بعد نرجع ان شاء الله نقصه ونوريه لكم مع بعض. يلا فور 180 درجه. دونك الكيك نتاعنا احضر، دونك هوني قصيتو دقيقة بنين برشا، خذا 25 دقيقة على 180 درجة. بالطبيعة الفور يعني من جهتين، انتوما زادا تنجمو تجربوها وكتكون يعني لفطور الصباح لقهوة العشية اللمجة، معناها الكوتي هكا صغيرات كي يروحو يلقاو حاجة هكا في ميزون ضيفة وسهلة زادا في نفس الوقت. ان شاء الله انتوما تجربوها وترجعوا زادا كيما العادة بالتعليقات اللي تفرحني برشا وتخليني نواصل. في كل مرة نعطيكم دي غوسيت هكا ساهلين، وزادا انتوما زادا ينجحوا معاكم لي غوسيت هذيك، يعني اكبر حاجة تفرحني. نحب نقول لكم شكرا ليكم الناس الكل، نهاركم اسعد الايام، ربي يفضلكم. هذه هي كيك معناها تو شوكولا باي كوزين امولا ولا كيتشن اميل تونيزيان على اليوتيوب. مرحبا بكم الناس الكل.